السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تستطيع أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في ناس طلبوا مني أني أحط صبورة أو الكلام قدامهم بشكل كبير وأشر وأقرأ بهالشكل هاد، زي الأخ اللي اسمه طارق زياد هذا. أنا حطيت الوصف في الوصف عندي عشان تدخلوا له وتشوفوا. هو ما شاء الله عليه يعني حاطط بالحجم الكبير الصورة وقرأ لكم إياها كلياتها من أولها لآخرها، فالدال على الخير كفاعل. فهذا هو عمل كل شيء. أنا بأعطيكم الأساسيات. أنا عارف إنه النت مليان مليان من اللي بدرسوه، ولكن أنا بعطيك الإشي اللي لازم تعتمدي عليه وتنتبهي له أثناء التعليم، وبعدين ممكن ترجع إلى الأخ طارق هذا، طارق زياد، وتتبعي معاه كل الكلمات وكل التدريبات كاملة معه، ما فيش مشكلة. بس أنا ما يخدي عليه شغلة بسيطة، إنه الكسر ما بيحققه كما يجب. مثلا لومازاتين لومازاتين، مش لومازاتين تين تين، هي اصلا هيك المفروض يعني هومازاتين المفروض. فالتحقيق الكسر عنده ضعيف شوي، ولكن هو ما شاء الله عليه ممتاز ومعطيكم كل المطلوب اللي بدك اياه كاملة، كل التدريبات ما شاء الله عنه. أنا أعطيتك الأساسيات اللي لازم تنتبهي لها. تنتبهي كيف الدرس الأول إيش تعملي فيه، وتنتبهي لإيش في الأداء. هيا أنا حط لكم إياه على التلفزيون. عندك ألف لام ميم صاد، وإيش تنتبهي وإيش لازم تراعي، قلت لكم إياها. وهكذا أنا أهم حاجة عندي تنتبهوا لهذا الدرس، وتنتبهي انه الفتحة والكسرة والضمة لا تتجاوز المخرج، اهم حاجة ما تطولياش وما تمططيش. لدرجة انه في ناس قالوا لي انت وايمن سويد، طب كويس اللي انهم حطوني انا مع ايمن سويد في نفس الصف، وهو وين وانا وين، ولكن حطوني في نفس الصف قالوا انت وياه بتختلسوا. ما في اختلاس، انتوا اللي بتمططوا. الفتحة والكسرة والضمة لا تتجاوز المخرج، هذا هو المفروض. فهم بيروحوا يعملوها مططة لدرجة انهم بيجيبوا جزء من المد معاها وبيقولوا ان هيك هذا الصح. فالله يهدينا ويهديهم، وارجعوا لأيمن سويد، مرجع ممتاز يعني. فاذا انا وضعت مع أيمن سويد في نفس الخانة هذه شرف الي طبعا. احنا اليوم حنكمل التدريبات في السكون. اعطيكم الاساسيات. قلت لكم ما دام حرف ساكن او حرف مد ما بيتهجاج لوحده، لا ما بتقدري تتهجيه لوحده، لازم تروحي تحطي هجاءه مع الحرف اللي قبله المتحرك. طيب اذا اجى ما بين الحرف المتحرك والحرف الساكن همزه وصل، تسقط همزة الوصل أثناء الهجاء ما دام أنا بوصل. في حال الابتداء بهمزة الوصل لا، بنعتبرها وبنعطيها الحركة المطلوبة، لكن في حال إذا كانت في درج الكلام تسقط. مثلا كلمة ترغب، طيب إيش أعمل فيها؟ الفاء مع الراء وهمزة الوصل، وهمزة الوصل ما حاخدها ولا حاعتبرها موجودة، فنقول فا فتحة را سكون فر. وانتبهوا من تكرار الراء، فر لا فر. وعشان تبعدوا عن تكرار الراء اعطيها التوسط. ما هو التوسط؟ تعليق الحرف في المخرج. علقي لسانك في مخرج الراء ويكون ملامس للمخرج، مش بعيد ولا هو ضرب بقوة، لا هو شديد ولا هو رخاوة، فبيكون ملامسة خفيفة لمخرج الراء. فر فر
وإله صوت، إله صوت فارو. طبعاً بدكوا ترجعوا للتوسط وما هي التوسط وكيف تعملي تحققي توسط الحرف لين عمر، هذولا كلياتهم حروف توسط. بعدين غين فتحة با سكون غب فارو غب. واعطي أزمنة، اعطي أزمنة الساكن. أهم شيء للي بده يتعلم القاعدة النورانية أو يقرأ القرآن لازم يعطي أزمنة الساكن. في عندي أزمنة طويلة شوي، في أزمنة التعليق، في أزمنة يدوب أضرب وامشي، اللي هي الشدة والتوسط والرخاوة، الفرق بينهم شرحناهم في درس الشدة والتوسط والرخاوة. أنا هذه الصفات بالذات، الثلاث صفات هاي الأساسية في لفظة الحرف، أساسية في لفظة الحرف. طيب فانصب، طب ايش اعمل؟ الفاء مع النون على طول، همزة الوصل تسقط. ليش؟ لانها في درج الكلام. راح اقول فا فتحة نون سكون فن، فا فتحة نون سكون فن، نون بعدين صاد فتحة با سكون صب. طبعا النون مع الصاد اذا جاءت ساكن النون نشوف ايش موقعها، هنا ساكن وجاء بعدها حرف من حروف الاخفاء ومن الاخفاء اللي هم مفخمين، فلازم ايش اعمل؟ افخم لما اجي اقرا كل الكلمه، فحقول فنصب والغنه غنه التفخيم من الداخل، من مكان ما بتفخمي الحرف روحي في الغنة هناك حتتفخى. فانصب فانصب. بدي كمان تنتبهوا لشغلة مهمة جدا في القلقلة، الحرف الساكن المقلقل، الحرف الساكن المقلقل مش مشدد، انتبه ما دام ساكن فقط. اذا انا السامع، السامع ما لازم ابدا يسمع صوت قرع الحرف، بس اسمع فقط التباعد، التباعد فقط هذا اللي حسمعه اللي هو القلقل. اما اني التصادم ما لازم اسمعه. فانصب طبعا لما بدي اقول فانصب بدي اروح لمخرج الباء، بدي طبعا اروح للمخرج بعدين اقلقل. طب كيف دخولك لحرف الباء؟ ما بدي اسمع له صوت، القرع الاولاني ما له سؤال. ليش؟ عشان هيك عمليه سريعه. فانصب فانصب وهكذا. فرغب فرغب مع طبعا التفخيم والترقيق تنتبهوا له. ودائما قلت دائما ساكن على وضع الساكن ما عدا حروف الحلق البعيده، الحاء والعين هذول بالذات صعب انك ترجع الى الساكن فيهم، مش دائما بتقدري ترجع الى الساكن فيهم، ماشي بتقدري توضحيها من غير ما ترجع الى الساكن، لكن الباقي الحروف لابد انه عشان يوضح الحرف ويكون مية مية ترجع الى الساكن في وضعية الفك طبعا. طيب هذا اللي انا بدي افهمكم اياه. فطبعا الباقي التدريبات كلياتها تلاقوها عند الشيخ والأخ طارق زياد والدال على الخير كفاعله، روحوا واشتركوا معاه وانشروا له طبعا، بيستاهل، تعبان يعني وحاطط ومرتب نفسه تمام، جزاه الله خير. طيب أهم حاجة تنتبهوا إنه تحقيق الكسر تحققيه صح، تحققيه صح. وكيف أحقق الكسر صح؟ إني أكسر من المخرج، من مخرج الحرف، من مخرج الحرف. نطفة تين تي تين تي تين، مش تين تين، لا تي. هي الغلط وين بكون؟ من البداية، بداية قرع الكسر أو بداية كيف لما تقرع الحرف بكسر على طول، هم لا بيقرعوا الحرف بعدين بيبدأوا يكسروا، فبصير في زمن بسيط بينهم، فبصير عندي تي، هي تي تي، نطفة تي تين، نطفة تين. انتبهوا عند الكسر هذا، طم لي لين، طم لي لي لين، طم لي لين.
الفتحتين والكسرتين والضمتين، انا قلت لكم في كسره ونون، ضمه ونون، فتحه ونون. فانت ما تستنيش لما تروحي للحرف الثاني او النون عشان تكسري، لا، الحرف اللي قبله هو المكسور، فتنتبهي انك تكسري الحرف نفسه. مثل مشهودين، مشهودين، دين، لا، دين، دي، دين. وش كمان نجيب لكم كمان بالكسر؟ هو أكثر حاجة بيغلطوا فيها الناس الكسر أو ما بيحققوها كما يجب. طيب، مقربة، تين، مقربة، تين، تين، تي، تين، متربة، تين، متربة، تين. أهم حاجة تنتبهي للكسر سواء تنوين أو كسر عادي. طيب، طبعا النون المشددة لما نيجي نقرأها واو فتحة نون شد، فإحنا لسه ما خدناش الشدة إلا هيا. الشدة الحين نبدأ بالشدة، لا ما ضلش وقت، خلينا بس في عندي الله، الله في ألف، المفروض ألف صغيرة، المفروض تكون مكتوبة الله ألف صغيرة قبل الهاء، ولكن في القرآن مش عارف ليش مش كاتبينها، وهذا خطأ، هذا خطأ. عشان هيك في بعض الناس الغير ناطقين باللغة العربية بيقول الله الله، لا، هي الله. ولدرجة انه لما، والدليل انه لما نيجي نوقف على كلمة الله لفظ الجلالة بنوقف عليها كيف؟ بمد، ايش؟ مد عارض للسكون، الله، صح ولا لا؟ في ألف صغيرة مش مكتوبة للأسف معانا في القرآن، كانت مكتوبة زمان في المصاحف القديمة، ليش شالوها؟ ما أعرفش والله، لا أعلم. طيب، الآن همزة فتحة ألف مد لام سكون ال، شوف همزة فتحة ألف مد سكون لام سكون آل. طب ليش جبتهم الثلاثة مع بعض؟ لأنه حرف المد ساكن واللام اللي بعده ساكن، فلازم أجيب الثلاثة هجاء مع بعض. الآن، هاي تمام الآن. فهنا كيف كيف الهجاء فيها؟ همزة فتحة ألف مد لام سكون سكون، همزة فتحة ألف مد لام سكون آل، لأنه صار عندي هنا مد لازم كلمي مخفف، وهي الكلمة الوحيدة في القرآن مخففة في المد اللازم الكلمي، موجودة في سورة يونس مرتين بس، فهي الوحيدة، ولا الباقي المد اللازم مثقل كله، ما في كتير في القرآن، لكن المد المخفف الكلمي ما فيش إلا هاي الكلمة في سورة يونس. فالهجاء فيها همزة فتحة ألف مد لام سكون آل، همزة فتحة ألف صغيرة آل، نون فتحة نا الآن، ولازم أحقق اللام، انتبهوا ما تضيعش معي اللام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا بأعطي وبعيد وبزيد، بأعطي أساسيات والباقي ممكن تلاقوه في المكان الثاني إن شاء الله، إن ربنا قدرني وجبت القاعدة النورانية كبيرة أعلقها وأشرح لكم إياها بالتفصيل الممل واحدة واحدة معايا ممكن، بس هاي موجود، بارك الله في طارق وفي كتير ناس، بس انتبهوا لتحقيق الكسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.